الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان وحلقة جديدة من برنامجكم حصاد الأهلي. النهاردة النادي الأهلي ابتدى يخش حالة نهائي الكأس، التدريبات اللانهائية وبداية الاستعدادات بقوة لماتش فاينل الكأس أمام نادي المصري إن شاء الله هيكون يوم الثلاثاء المقبل. كابتن حسام البدري النهاردة في مران اليوم ابتدى يدي جرعات بدنية للعيبة التي لم تشارك في لقاء سموحة بالأمس عشان يعادل المعدل البدني. الناس اللي شاركت في المران احمد عادل ومحمد الشناوي، عمر رضوان، عماد متعب، احمد فتحي، صالح جمعه، اسلام محارب، احمد الشيخ، هشام محمد، ميدو جابر، حسين السيد، محمد هاني، صابر الرحيل، وليد ازارو، احمد بكهام، وفوز الحناوي، واكرم توفيق، واحمد ياسر ريان، ومروان محسن، بنبارك له على دخوله في التدريبات الجماعيه، وعمرو جمال وعمرو بركات. كل دول منهم صالح جمعة شارك في اللقاء، وصالح جمعة برضو ما شاركش في طوال 90 دقيقة، فالكابتن حسام البدري بيحاول يعمل بالانس في الناحية البدنية عشان اللعيبة اللي شاركت في لقاء سموحة طوال 90 دقيقة خدوا حمل بدني شديد، فلازم يكون أو عالي، لازم يكون النهاردة في موازنة للعيبة التي لم تشارك عشان يبتدي من مران الغد يبتدي البالانس كله زي بعض. مؤمن زكريا أدى تدريبات تأهيلية في الجيم وقام بالجري حول الملعب عفوا وما شاركش في التقسيمة الرئيسية بمران الأهلي، وسعد سمير عمل جلسة تأهيل أيضا داخل صالة الجيم بالنادي، والإصابة العضلة الأمامية لسه بعد سعد سمير اللي غيبته عن لقاء سموحة في سيمي فاينل الكاس ونصف نهائي الكاس، ولكن المحاولات كبيرة جدا لتجهيز سعد في أقرب وقت ممكن، لأن مش موضوع فاينل الكاس فقط، في لقاء الترجي في دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا. إسلام محارب أيضا عمل تدريبات تأهيلية على هامش المران وعنده إصابة في الحوض منعته من التدريبات الجماعية. أيضا كريم مدبد لاعب الوسط تغيب عن التدريبات الجماعية واكتفى بالتدريب بجلسة علاج طبيعي في الجيم من أجل التعافي من الإصابة في العضلة الخلفية. كابتن حسام البدري في هذه الفترة خلاص قفل لقاء سموحة، خلاص النادي الأهلي امبارح تخطى عقبة مهمة جدا في الدور قبل النهائي، مش عايزين نقول ان في افراح، طبعا في ابتسامة وفي فرحة للوصول الى النهائي، ولكن النادي الأهلي متعود على كده. النادي الأهلي واخد بطولة كأس مصر 35 مرة ما شاء الله، ريكورد ايضا في بطولة كأس مصر، واي بطولة سواء محلية او افريقية الأهلي بيخش فيها بيكون هو صاحب الريكورد القياسي في عدد الكونفدرالية. النادي الأهلي بيشارك في دوري ابطال افريقيا بشكل اكبر. كابتن حسام البدري ابتدى يخش مع اللعيبه في حاله فاينل الكاس، لان الكاس هذه المره له حاله خاصه. الحاله الخاصه ان بقاله كتير بعيد عن دولاب بطولات النادي الاهلي منذ موسم 2007، والاهلي في الصراحه في الفتره اللي فاتت مع الكابتن حسام البدري وبوجود مجلس الاداره ماشي بخطوات مستقره لتحقيق الاهداف. النادي الاهلي الهدف الرئيسي هو الحصول على بطوله الدوري العام، وما شاء الله حسمها وخد فيها اشواط جميله جدا بالفوز على كل المنافسين، حسم البطوله قبل نهايتها باربع اسابيع، دي من ابرز علامات بطوله الدوري، الفوز على المنافس التقليدي ابرزه الزمالك ذهابا وايابا بهدفين مقابل لا شيء. طول الدوري ابطال افريقيا برضو خد في محطاته واحده واحده، البدايه مش قويه للغايه ولكن عاد مره اخرى ووازن اموره وتاهل للدور قبل نهائي في بطوله دوري ابطال افريقيا، ودي محطه مهمه جدا جدا. اما في بطوله كاس مصر واللغط اللي كان اثير في مشاركه البطوله العربيه واللغط اللي كان اثير لماذا تم اراحه لاعبي القوام الاساسي في لقاءات البطوله العربيه واخر الدوري، ابتدى يبان ليه في ماتش سموحة. بان الفرق لما اللعيبه خدت الاستشفاء وخدت الراحه بتاعتها، خاصه اللعيبه اللي كانت كثيره المشاركه. النادي الاهلي ما شاء الله هذا الموسم عنده فريقين، عنده في كل مركز واحد واثنين وثلاثه، وده من اهم عوامل النجاح واللي تحسب ايضا للكابتن حسام البدري انه قادر انه يقود كل هذه كتيبه النجوم بنجاح. لذا ابتدت حالة فاينل الكاس ما بينه وما بين اللعيبة بتاعته، خلاص خرج من مرحلة سموحة والفوز برباعية
والتركيز الآن منصب على الفوز بكأس مصر بإذن الله، وهنتكلم مع حضراتكم في اللقاءات الأخرى عن الفنيات اللي بيفكر فيها كابتن حسام البدري لدخول أمام المصري البورسعيدي، اللي يعني النادي الأهلي برضو ما شاء الله له غلبة كبيرة عليه في لقاءات نهائي كأس مصر. نروح للخبر الآخر، هو خبر انتقال حسام غالي للنصر السعودي. وافق كابتن حسام البدري اليوم على انتقال اللاعب والكابتن والقائد حسام غالي إلى فريق النصر السعودي. كان كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة كان أعلن أن حسام غالي أخبره بأن في عرض من النصر السعودي، وكان طبعا حسام غالي نجمنا الكبير كان له موسم 2009-2010 مع النصر السعودي، بصراحة كان بيقدم مستويات جميلة جدا، وكان له علاقة ما بينه وما بين جماهير النصر، لأن الجماهير في كل مكان بتحب اللعيب الحريف، وحسام غالي من اللعيبة اللي اتقال عليهم أحرف حريف في مكانه في وسط الملعب. أحرف حريف لأنه عنده مهارة بتاعته هو، إنه إزاي يبقى شايف الملعب، إزاي يقود الملعب. حسام غالي لما بيبقى فت وبيبقى مركز في أي مباراة بيعمل حالة تانية خالص في وسط الملعب، هو ده اللي بيخلي فرقة زي النصر السعودي من الفرق المقدمة في السعودية، من الفرق اللي بتنافس، على الرغم من ابتعاد عن المنافسة الموسم الماضي، وفريق الهلال السعودي هو اللي فاز بالدوري، لكن هو كان بطل المسابقة في الموسم قبل الماضي. وحسام غالي عاد مرة أخرى بعد هذه الفترة القليلة أو القصيرة اللي قضاها في النصر السعودي، عاد مع النادي الأهلي وحقق العديد من البطولات قبل أن يوافق كابتن حسام غالي وأيضا مجلس الإدارة على عودة حسام غالي مرة أخرى إلى النصر. وأيضا يعني فرقة النصر بتدعم بمحمد فوزير من الفتح المغربي، وويليام جيبور الليبيري مهاجم الوداد المغربي، وأيضا سعد لاكرو الظهير الأيسر المغربي. يعني حالة من الصفقات، نادي النصر داخل على مرحلة مهمة، وحسام غالي الآن لاعب في النصر السعودي. الخبر الآخر اللي معانا النهاردة كلنا سعدنا بيه هو عودة مرة أخرى أيمن أشرف للنادي الأهلي وعقد مدته 5 مواسم. أيمن أشرف ظهير أيسر النادي الأهلي وسموحة، ثم عاد مرة أخرى إلى النادي الأهلي، من اللعيبة اللي هتضيف كتير لقائمة النادي الأهلي. هتضيف كتير في إيه؟ إن أيمن من اللعيبة اللي بتجيب اللعب في كل مراكز الدفاع، يعني لو لعبت أيمن أشرف باك شمال على عدلته مفيش أي مشكلة، بيأديها بشكل مميز جدا. أيضا لو استخدمته كمساك ما عندوش أي مشكلة، بيأديها بشكل رائع جدا ومميز، ولعبها مع سموحة في أكثر من مرة، يعني مش ماتش ولا ماتشين، لا ده خد فترة كان بيلعب مساك، كان بيحل هذه الأزمة في فريق سموحة. ما شاء الله نضج أيمن أشرف في الفترة اللي قضاها في سموحة، وده اللي خلى النادي الأهلي يتعاقد معه مرة تانية. في بعض من الأوقات بيبقى اللاعب عشان ياخد مكان جوه النادي الأهلي في وفرة النجوم في مكانه، النادي الأهلي بيلجأ إلى إعارته أو بيعه. أيمن صراحة طور من نفسه كتير، اتعلم كتير جدا، نضج في فكره الكروي ووعيه وإدراكه، ودي الحاجات اللي فيه خلته يجيب في أكتر من مكان، عشان كده النادي الأهلي لم يتوانى مرة أخرى في التعاقد مع أيمن أشرف مرة تانية، اللي طلع وقال إن هو ما كانش فيه أي شروط ما بينه وما بين النادي الأهلي، النادي الأهلي بيته، وحقق أمنية والدته بالعودة مرة أخرى لصفوف النادي الأهلي. الخبر الآخر هو وليد أزارو. وليد أزارو النجم المهاجم المغربي، النادي الأهلي بيقيده محليا. قائد جهاز الكرة بالنادي الأهلي المغربي وليد أزارو في قائمة الفريق المحلية، ومن المقرر أن قائد الأهلي أيضا مهاجمه وليد أزارو في القائمة الأفريقية برفقة ثنائي آخر قبل غلق باب القيد فيها يوم الجمعة غدا. وأزارو كان غاب على لقاء سموحة لأن كان اتحاد الكرة قافل ان اللعيبه او الصفقات الجديده تشارك في بطوله كاس مصر، وهيستمر هذا المنوال ايضا في لقاء المصري البورسعيدي. أزارو من اللعيبه
إلا مهمة جدا اللي كان من أحد مكاسب البطولة العربية إنك تشوف إمكانيات وليد أزارو في لقاءات عليها الطابع الرسمي شوية، لقاءات ودية لكن عليها الطابع الرسمي. أزارو حتى الآن يا جماعة بيكمل أسبوعه الثالث في التدريب مع النادي الأهلي، ورغما عن ذلك بقى في انطباع ما بينه وما بين الجمهور، انطباع ما بينه وما بين النقاد والمحللين، وده شيء يحسب له يحسب الجهاز الفني انه انسجم بشكل سريع مع النادي الاهلي، وده من الحاجات اللي كانت مدهشه الى حد كبير. نتمنى له التوفيق، وعلى راي استاذنا الاستاذ ابو الوفا الخطيب الناقد الرياضي ازاره في الاهلي دار. نروح لخبر منتخب المحليين اللي ضم 21 لعيب في قائمته. الجهاز الفني لمنتخب الوطني المحليين بقيادة الكابتن حمادة صبقي ضم 21 لعيب، وهم عماد السيد، مصعد عوض، محمد عواد، عاصم صلاح، محمد رزق، وحسين الشحات، رجب نبيل، ومحمد عنتر، واحمد مدبولي، احمد داوده، واحمد عبد العزيز، وحماده فاروق، ومحمد متولي، وطارق ابو العز، وصلاح محسن، ومحمد جابر، محمود غالي، ومحمد فتحي، ومحمود متولي، وابراهيم حسن، ووجيه عبد الحكيم. ده القوام اللي ضمه الكابتن حماده صدقي، ومعاه معاونين هشام عبد المنعم مدرب عام، ووليد حسن المدرب، وخالد مصطفى مدرب حراس المرمى. وادى كان مران في الرابع مساء اليوم في معسكره باسكندريه استعدادا للقاء المنتخب المغربي في 13 و18 اغسطس الجاري بالاسكندريه، وايضا الرباط في التصفيات المؤهله لبطوله الامم الافريقيه 2018 في كينيا. ونروح لمنتخب السيدات في كرة السلة، ومصر تتوج بلقب البطولة العربية لسيدات السلة، ما شاء الله وألف مبروك. منتخب سيدات السلة توج بلقب البطولة العربية بعد الفوز على تونس بنهائي البطولة بمقابل 74 مقابل 62. نتيجة الأشواط جت بتقدم الفراعنة في الفترة الأولى أو الكوارتر الأولاني 17-15، ثم الكوارتر الثاني 35-28، الكوارتر الثالث 46-42، وفي الكوارتر الأخير 74-62 شهد اللقاء حضور كل من كابتن مجدي أبو فريخة ومحمد عبد المطلب وإسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد العربي، كابتن مجدي أبو فريخة ورئيس اتحاد كرة السلة في مصر، بالإضافة إلى السفير التونسي بالقاهرة. نروح لاخبار الكره العالميه، وهنبتدي بالكره العالميه بالانجلش بريمير شيب والدوري الانجليزي. غدا او في ساعات قليله او نقدر نقول اليوم، خلاص احنا عندنا الساعه 12، هيبتدي الدوري الانجليزي او الموسم الجديد للدوري الانجليزي بمواجهه قويه جدا لمحمد النني امام ليستر سيتي والارسنال. صراحه خلينا نتكلم على اهم ملامح الدوري الانجليزي في هذا الموسم. اول حاجه نبتدي مع حضراتكم بيها، وهذا اللاعب اللي موجود في الصوره امام حضراتكم هو موراتا، اللاعب الاسباني مهاجم منتخب اسبانيا ولاعب ريال مدريد الاسبق، وانتقاله الى فريق تشيلسي مقابل 65 مليون جنيه استرليني لتعويض المرتقب للنجم طبعا البرازيلي الاسباني دييغو كوستا. دييغو كوستا في مشاكل ما بينه وبين انطونيو كونتي، ودي المشاكل مشاكل شخصيه، لان دييغو كوستا السنه اللي فاتت لما توج تشيلسي باللقب كان من ابرز معالم فوز تشيلسي بالدوري، ولكن هذا الموسم فضل انطونيو كونتي المدير الفني الايطالي لفريق تشيلسي التعاقد مع هذا اللاعب اللي شارك في لقاء الدرع الثريه، وابتدت تبقى فيه انتقادات لانه ضيع في ضربات الجزاء امام الارسنال الانجليزي، فابتدت الشكوك هل هيتاقلم موراتا، هل هينفع للدوري الانجليزي ام لا، هل هيكون ظاهر بشكل مميز مع تشيلسي ولا لا، هل هيرجع دييغو كوستا مره ثانيه يضطر عدم تاقلمه ان يضطر المدير الفني انطونيو كونتي الايطالي بالدفع بدييغو كوستا. ده الحاجات اللي هتجاوبها لقاءات تشيلسي في المرحله المقبله. نروح لفرقه ثانيه ومدرب كبير، وهو جوزيبي جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الظاهر امام حضراتكم، والاكثر يعني الاكثر حصولا على سالري او راتب في العالم، اعلى سعر لمرتب هو جوارديولا ب 22 مليون يورو في السنه او 23 مليون يورو. جوارديولا عنده ضغوط كبيره جدا منذ انتقاله لانجلترا، وهي هل هيتاقلم ولا لا. هو كان عمل طفره في برشلونه، فكره جوارديولا بكل انجازاته دي عنده 46 سنه بس،
وبدايته مع برشلونه من حوالي في موسم 2008-2009، يعني احنا داخلين دلوقتي على 8 سنين، يعني كل الانجازات دي عملها وهو في الثلاثينات، ودي حاجه من اللي بتحسب للكره بره. الكره بره بتدعم الشباب، الشباب هم اللي بيحدثوا الطفل، ودلوقتي اللي راكبين الكره في العالم زيدان، جوارديولا، سيميوني، الجيل وكلوب، المدربين اللي طالعين في الشباب عندهم الجديد في كره القدم هو ده. جوارديولا ده دلوقتي عنده فلسفه بتدرس في كل اكاديميات كره القدم الاتحاد الاوروبي، بيدرسها للمدربين في العالم. جوارديولا عنده ضغوط الصفقات، ايه هي الصفقات؟ السنه دي تشيلسي عمل صفقات بقيمه 200 مليون يورو او 207 مليون جنيه استرليني. جاب مندي من طبعا باك شمال لانه كان عنده مشكله في الباك الشمال بوجود كليتشي، وكان بيأدي بشكل وحش، وايضا كولاروف اللي انتقل الى نادي لاتسيو. وجاب اللاعب مندي من موناكو مقابل 51 مليون يورو. ثم تعاقد مع كايل والكر باك يمين توتنهام لان كان عنده مشكله في الباك اليمين بتقدم زبالتا في العمر وانتقاله الى فريق وستهام، وايضا بكاري سانيا الظهير الايمن للارسنال السابق ومانشستر سيتي برضو كبروا في السن، فجاب كايل والكر وجابه ب 45 مليون يورو. ثم تعاقد مع برناردو سيلفا لاعب طبعا موهبه شابه جايبها من نادي موناكو ب 45 مليون يورو، وعنده مشكلة كانت في حراسة المرمى بعد بيع جو هارت وعدم تأقلم يعني اللاعب كاباليرو بشكل كبير جدا، فجاب الحارس أدرسون حارس بنفيكا بحوالي 31 مليون يورو. ثم تعاقد مع دانييلو باك يمين الريال اللاعب البرازيلي ب 27 مليون يورو. كل ده وحاطط يعني جوارديولا تحت ضغوط، ضغوط ان الكل ينتظر من جوارديولا ان يبقى هو بطل الدوري الانجليزي وبطل الشامبيونز ليج، وانه يعمل طفره زي ما عملها في برشلونه، ولو ما عملش كده هو في نظر الجميع كمدرب فاشل، فعشان كده دي ضغوط جوارديولا. نخش على من مانشستر سيتي، هنخش على مانشستر يونايتد ومورينيو، ماذا يحمل مورينيو السنه دي لفريق مانشستر يونايتد؟ طبعا بعد خساره السوبر الاوروبي مورينيو العام الماضي حقق انجاز انه كسب اليوروبا ليج وتاهل لدوري ابطال اوروبا على الرغم من حصوله على المركز الخامس او السادس في الدوري الانجليزي الموسم الماضي. مورينيو دايما برضه محطوط عليه ضغوط انه هيكسب الدوري ولا لا. شفنا مانشستر يونايتد في هذا الموسم تعاقد مع لوكاكو، تعاقد مع ليندلوف، لوكاكو طبعا مهاجم كبير واحد هداف الدوري الانجليزي مع ايفرتون في الموسم الماضي، وتعاقد مع ليندلوف وهو لاعب بيلعب في قلب الدفاع، لكن لسه الخلطه بتاعت مورينيو مع مانشستر يونايتد لسه ما بانتش، ويمكن ماتش السوبر باين ان في فوارق، حتى هو طلع قال ان ريال مدريد فارق عن فريق مانشستر يونايتد، فالكل ينتظر ماذا سيفعل مورينيو مع مانشستر يونايتد في هذا الموسم، خاصه انه استغنى عن نجم من النجوم الكبار وهو وين روني اللي هتكلم عليه، وده من اهم معالم الدوري الانجليزي في الموسم الجديد. وين روني هو ظاهره في كره القدم الانجليزيه، هو لاعب انجليزي بس مش بمهارات لعيب انجليزي، تحسش ان حرفانه وين روني طلع من اللعيب الانجليزي ابيض، يعني اللعيب الانجليز مش بهذه المهاره. وين روني ثاني اكثر هداف في الدوري الانجليزي ب 198 هدف في الدوري الانجليزي منذ مشاركته مع ايفرتون في موسم 2002، وكان عنده 16 سنه واحرز هدف في الارسنال، الكل ساعتها تحدث من هو هذا اللاعب. سير اليكس فيرغسون يعني راقب هذا اللاعب وحاول التعاقد معاه بشكل كبير جدا لحد ما نجح في انه يتعاقد مع وين روني، انتقل الى مانشستر يونايتد، عمل حالة كبيرة جدا، وكان تواجده مع اللاعب كريستيانو رونالدو ابرز معالم فوز مانشستر يونايتد بدوري ابطال اوروبا الشامبيونز ليج في موسم 2007-2008. وين روني هو الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد ب 183 هدف، لكن الان ذهب الى ايفرتون مسقط راسه وناديه الام، والكل ينتظر ماذا سيفعل روني مع فريق ايفرتون. ادي وين روني وادي المدرب رونالد كومان مدير الفني لايفرتون، الكل ينتظر ماذا سيفعل روني مع ايفرتون، لاعب طبعا رقم 10 الكل ينتظر منه الكثير، ولكن روني في هذا الموسم من الممكن انه يقترب اكثر من آلان شيرر الهداف التاريخي للدوري الانجليزي، وده
من أبرز معالم هذا الدوري، لأن الكل يعشق روني في إنجلترا وبره إنجلترا. روني عنده جماهير في كل مكان في العالم. هنروح لفريق آخر وهو توتنهام. توتنهام باع باك يمين داني روز، الباك الشمال طلع امبارح وقال تصريحات كانت صعبة على عشاق الكرة في توتنهام. طلع قال أنا عايز أروح ألعب في مانشستر يونايتد أو أروح فريق آخر. فهل هيكون فريق توتنهام ونجوم الكبار ادي هاري كين وادي ديلي ألي اللي ظاهرين أمام حضراتكم في الصورة، هل هيكونوا على قد المستوى وكل التدعيمات اللي عمالة تحصل في الفرق المنافسة؟ ليفربول جاب محمد صلاح، فريق مانشستر يونايتد جاب لوكاكو، مانشستر سيتي جاب جعبة من اللاعبين الكل، حتى يعني فريق تشيلسي جاب موراتا، ولكن توتنهام حتى الان لم يتعاقد مع اي لاعب. فهل بوكيتينو المدير الفني اللي خلى وحول فريق توتنهام انه يلعب كره جميله وكره هجوميه وكان بينافس اللي بشكل كبير جدا الموسم قبل الماضي، والموسم الماضي حقق مركز متقدم في الدوري الانجليزي، هل هيفضل بهذا الشكل؟ هل هيفضل مستقر؟ هو ده احد اهم الاسئله اللي مستنيين منها رد في ماتشات توتنهام في الدوري الانجليزي هذا الموسم. معنا خبر مهم، خبر مهم عن احد اهم وافضل المواهب الصاعده في الكره المصريه وايضا اصبحت الان في الكره العالميه. رمضان صبحي، رمضان صبحي بيؤكد نجاحه في الاحتراف في انجلترا بتجديد تعاقده مع فريق ستوك سيتي الانجليزي لمده 5 سنوات. رمضان صبحي ما شاء الله عنده 20 سنه واثبت نفسه في الدوري الانجليزي، على الرغم من مشاركته مع فريق ستوك سيتي الموسم الماضي ما كانتش كتيره، ولكن هو شارك في 17 مباراه. اول انطباع له انه كان لاعب امام فريق مانشستر سيتي وكان بيلعب على زابالتا، وزابالتا من اللعيبه المخضرمين، باك اليمين لمنتخب الارجنتين وراجل يعني مخضرم، وكان من كباتن مانشستر سيتي. اول ما نزل اكله ترقيصتين، عمل تفاعل مع الجمهور، ابتدى يعمل تفاعل اكثر تكتيكيا وفنيا داخل الملعب، حتى المدير الفني لستوك سيتي مارك يوز طلع تحدث عنه كثيرا، واخر هذا التحدث هو انه جدد تعاقده مع فريق ستوك سيتي ل5 سنوات. الراجل طلع قال ان هو تكيف يعني سريعا مع الدوري والبلد، واظهر بانه لديه امكانيات هائله. وايضا توني سكولز المدير التنفيذي للنادي قال ليس هناك شك في ان رمضان صبحي هو موهبه شابه منتظره، من الانصاف ان نقول ان الموسم اول في ثقافه مختلفه دائما ما تكون تحدي للاعب، ولكن هو تكيف سريعا مع الدوري الانجليزي واظهر انه لديه امكانيات هائله، نحن مسرورون بتجديد التعاقد عقده واستمراره معنا حتى 2022 على الاقل. دي حاجه تبين لك ما شاء الله موهبه رمضان صبحي، امكانياته البدنيه والفنيه، الراجل بيتعلم وبيثقف من نفسه، 20 سنه ابتدى يطور من مستواه بشكل كبير. وايضا يحسب للنادي الاهلي ان اول محطه لرمضان وهو في هذا السن من الدوري المصري تنزل تحط في الدوري الانجليزي، دي حاجه كبيره جدا، زي ما نفس الشيء حدث مع حجازي اللي انتقل لويست بروميش البيون. رمضان في 17 مباراة لعبها السنة اللي فاتت صنع 2 هدفين، نتمنى ان هذا الموسم ياخد اكتر في المباريات كمشاركة وايضا يحرز اكتر في عدد من الاهداف. ده كان آخر خبر معانا النهاردة، حتى ألقاكم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.